والآن مع كلمة نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. بسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا، نرحب بكم اليوم في المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في رحاب بطريركية الأقباط الأرثوذكس وبرعاية كريمة من صاحب القداسة البابا الأنبا تودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المركوزية. نبدأ هذا المؤتمر الذي يعقد في المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالتعاون مع وزارة البيئة في ظل ما يحدث في مصر والعالم. بداية أود أن أقول ليس لدينا سوى عالم واحد، وهذا هو العالم الذي نعيش فيه، وإذا قمنا بتدميره فلن يتبقى لدينا شيء. يواجه العالم الآن إحدى الأزمات الشديدة التي تؤثر في حياتنا اليوم بالسلب الشديد، والتي يجب الاهتمام بها على المستوى الدولي من أجل الحفاظ على سلام العالم، ألا وهي مشكلة التغير المناخي، والذي يتمثل في تغير درجات الحرارة وأنماط الطقس بسبب الأنشطة البشرية التي تعتمد على حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز، حيث ينتج من ذلك انبعاثات حرارية وغازات مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان، وتعمل تلك الغازات على الالتفاف حول الكرة الأرضية، مما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة. ومن الاستخدامات التي تؤدي إلى ذلك استخدام البنزين لقيادة السيارات، الفحم لتدفئة المباني، تطهير الأراضي من الأعشاب والشجيرات، وقطع الغابات الذي يتسبب في إطلاق ثاني أكسيد الكربون، وأيضا مدافن القمامة التي تنبعث وينبعث منها غاز الميثان، إنتاج واستهلاك الطاقة والصناعة والنقل والمباني والزراعة واستخدام الأراضي. ونتيجة لما تتعرض له الأرض من انبعاثات، أصبحت الكرة الأرضية الآن أكثر دفئا بمقدار 1.1 درجة مئوية عما كانت عليه في أواخر القرن 19، وكان العقد الماضي من 2011 ل2020 الأكثر دفئاً على الإطلاق في تاريخ العالم. فارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر والجفاف الشديد وندرة المياه وانكماش البحيرات حدثت في بحيرة تشاد التي انكمش حجمها إلى العشر، بعد أن كانت يوماً ما سادس أكبر بحيرة في العالم. وهذا سيخلق صراعات حول المياه، وبدوره يؤثر على الإنتاج الزراعي. وتذكر التقارير والدراسات أن القارة الأفريقية أغلبيتها سيتعرض للمجاعات بسبب التغير المناخي. أيضاً ازدياد سقوط الأمطار بدرجات كبيرة، مما يزيد من مساحة الأراضي المعرضة إلى الفيضانات والأعاصير، والذي بدوره أيضا يؤثر على الزراعة ويهدد بازدياد خطر توسع دائرة الدول المعرضة للمجاعات. تشير الإحصائيات إلى ارتفاع عدد الحرائق بين يناير وسبتمبر 2019 بنسبة 41% إذا قارنت بالعام السابق، فامتدت الحرائق من أندونيسيا وأوروبا وسيبيريا والقارة الأمريكية وأستراليا،
والتهمت الحرائق أجزاء كبيرة جدا من الغطاء الغابي في منطقة الأمازون، وهذه المنطقة تعتبر رئة العالم، وأيضا حوض الكونغو الذي يعتبر ثاني أكبر رئة خضراء في العالم أجمع. أيضا ارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات بسبب التمدد الحراري للمحيطات، فأظهرت ملاحظات العلماء أن متوسط درجة حرارة المحيطات في العالم ارتفع لأعماق تصل إلى 3000 متر، وأن المحيط يستوعب أكثر من 80% من الحرارة المضافة إلى النظام المناخي. وارتفاع مستوى سطح البحر سوف يتسبب أيضا في زيادة ملوحة المياه الجوفية ومصبات الأنهار، وهو ما يعني انخفاض كمية المياه العذبة المتوفرة للإنسان في المناطق الساحلية. هذه الانخفاضات في مصادر المياه ستؤدي إلى عواقب اجتماعية واقتصادية، مثل قلة المياه المستعملة في تصنيع الأغذية، إنتاج الطاقة، الصناعات التحويلية، الملاحة، استخدام الأراضي وإعادة التصنيع. أيضاً نجد ذوبان الجليد القطبي والطبقات الجليدية والثلجية التي تعلو الجبال أصبحت أصغر حجماً في متوسطها في نصفي الكرة الأرضية، مما أدى إلى زيادة الفيضانات إلى 10 أضعاف، وسيكون هذا بأكثر عام 2080، يعني 2080، إلى جانب تآكل التربة. ونجد أن أكثر من 2000 شخص لقوا حتفهم أو ماتوا بسبب الفيضانات التي اجتاحت أوروبا في عام 2021. أيضا التأثير الضار على صحة الإنسان من زيادة انتشار الأمراض والأوبئة المتأثرة بالمناخ في العالم، نقص التغذية، إصابة الإنسان بالملاريا، بجانب التأثير المباشر للحرارة وزيادة عدد الحشرات الحاملة للأمراض. نجد عواصف كارثية، تدهور في التنوع البيولوجي، وأدى هذا إلى ارتفاع عدد اللاجئين بسبب المناخ. فنجد أن تغير المناخ يسبب تحديات تواجه التنمية، ويهدد بتفاقم معدلات الفقر، ويضر بالنمو الاقتصادي. إن للإنسان دور هام في الحفاظ على الطبيعة، لقد خلق الله سبحانه وتعالى الكون والطبيعة والحيوان على أجمل وضع، فيذكر في الكتاب ورأى الله كل ما عمله فإذ هو حسن جدا. وحين خلقه وضعه في الجنة لكي يعملها ويحفظها. ومن هنا تأتي مسؤولية الإنسان الخطيرة نحو كافة الخليقة، وهذا أيضا ما جاء في الإسلام، إذ قال أن الإنسان هو خليفة الله في الأرض، فقال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أنه خليفة عن الله في الأرض استخلفه عليها بعد أن أصلح الله الأرض له في دقة مدهشة. فقيمة الإنسان عظيمة جدا، إذ أنه خلق على صورة الله ومثاله في العدل والرحمة والمحبة. مع كون هذه الصفات محدودة في الإنسان لا مطلقة كوجودها في طبيعة الله سبحانه وتعالى، إن مفهوم الحرية لا ينفي وجود مسؤولية نحو الآخر، فلا يمكن للمرء أن يتسرب في مفرطه دون مراعاة الآخرين. ولذلك نجد أن هناك هدف عام يجب أن نسعى من أجله ولا بديل عنه، إن كنا نرغب في استقرار العالم والحفاظ على المجتمعات، ألا وهو تكاتف جميع الدول وأفراد العائلة البشرية من أجل الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية.
وذلك لتجنب ما سوف يتسبب فيه تغيير المناخ من تأثيرات شديدة الخطورة والسلبية على سكان العالم بأسره. فمن الهام أن نجد حلولاً ونسعى لتنفيذها على أرض الواقع، وذلك سيترتب عليه تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية، تحسين حياتنا وحياة المجتمع وحماية البيئة. فبشكل عام علينا العمل على خفض الانبعاثات، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى خفض الانبعاثات بحوالي النصف قبل حلول عام 2030، خفض إنتاج الوقود الأحفوري بنسبة 6% تقريبا سنوية خلال العقد من 2020 ل2030، التكيف مع تأثيرات المناخ. ولتحقيق ذلك نحتاج إلى تأسيس أنظمة الإنذار المبكر ورصد المناخ التي تنقذ الأرواح والممتلكات وتحقق فوائد تصل إلى 10 أضعاف التكلفة الأولية. ويحتاج أيضا إلى تنسيق جهود وربط بين الدول النامية والدول المتقدمة لنقل الخبرات والاستفادة من الكفاءات في مجال إدارة المخاطر المناخية. ولذلك إن التقاعس عن العمل المناخي سوف يكلفنا ثمنا باهظا جدا قد لا نستطيع دفعه. توجد حلول مقترحة، من أهمها تحويل أنظمة الطاقة إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية أو المائية أو طاقة الرياح لتقليل الانبعاثات المسببة لتغير المناخ، التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتطبيق ممارسات الزراعة المرعية للمناخ التي تساعد المزارع على زيادة إنتاجية المزرعة وقدرتها على الصمود في مواجهة أثار تغير المناخ مثل الجفاف، وندعم المزارعين لنمكنهم من استخدام التنمية المستدامة لإدارة الأراضي. ويحتاج هذا إلى مساعدات من الدول المتقدمة إلى الدول النامية. أيضا يعد التوسع في الغابات أمر هام، إذ يعمل هذا كخزانات مفيدة لامتصاص ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في التربة والأشجار والأوراق. بناء المدن المرنة منخفضة الانبعاثات الكربونية وتعزيز بناء المنازل المولدة لفائدة الطاقة. وقدم البعض اقتراحات بأنظمة تسعير الكربون مثل نظام تداول الانبعاثات الذي يفرض حدودا قصوى أو الضرائب على الكربون. عمل جهود عاجلة وطويلة الأمد للحفاظ على الماء عن طريق تقليل المتطلبات والاستهلاك من خلال تحسين البنية التحتية للمياه بهدف التقليل من التسريب وتحسين تقنيات إدارة المياه. أيضا توجيه المؤسسات التعليمية والثقافية للعمل على تقوية التعليم البيئي وسلوكيات البشر الصحيحة نحو البيئة، ونلتزم بالمعاهدات الدولية للحد من انبعاث الغازات الدفيئة في أقرب وقت ممكن لبلوغ نسبة احترار عالمي لا تتجاوز 1.5% إذا قورنا بالمستوى التي كانت عليه قبل العصر الصناعي. فمن هنا علينا واجبا أخلاقيا هو التعاون من أجل علاج هذا الكوكب ومواجهة التحديات من خلال المعرفة العلمية وحكمة الأديان. وفي الختام يجب أن نشير إلى الدور الذي تقوم به مصر في هذا المجال. فمصر ستستضيف القمة العالمية للمناخ COP27، أحد أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة على الإطلاق من حيث المشاركين ومدة انعقاد المؤتمر، فالذين وقعوا على الحضور ما يزيد
عن 192 دولة ومدة انعقاد هذا المؤتمر، نجد أن مصر تستضيف الجميع في هذه الأراضي الطاهرة التي استضافت الجميع، لأنها بلد آمن وبرؤية صريحة وواضحة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يبذل قصارى جهده ليضع مصر في تقدم كبير في مجال البيئة والتحول لاستخدامات الطاقة النظيفة، وجعل الدولة ممثلة في وزارة البيئة تقدم جهود مستمرة لتفي بالتزاماتها تجاه الإنسانية بحماية البيئة. وجهود مصر واضحة في الدولة الحديثة وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، فلدينا رئيس واع تحمل المسؤولية في وقت صعب، يسعى ليلا ونهارا من أجل أن يصل بمصر إلى بر الأمان. وفي هذه المناسبة أشكر كل من اهتم بإعداد هذا المؤتمر وفكر فيه لكي يكون لديكم بهذه الصورة التي نستطيع أن نصل بها إلى كل أفراد الشعب في المجتمع، ليستطيعوا أن يفهموا ما يفعله الرئيس وما تفعله وزارة البيئة، متمثلة في معالي الدكتورة ياسمين فؤاد الوزيرة التي لا تكل ليلا ونهارا على إنجاح هذا المؤتمر. ولكن يأتي دورنا نحن أن نعطي الوعي والفهم لأفراد شعبنا. وأشكر المهندسة ليديا عليوة مدير عام تكنولوجيا وبحوث تغير المناخ بوزارة البيئة التي حضرت مندوبة عن معالي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. وأيضا نشكر الأستاذ الدكتور كمال شاروبيم رئيس المجالس المتخصصة محافظ الدقهلية السابق. وأيضا نشكر الأستاذ الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وباسمكم أيضا نشكر الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت أستاذ الجراحة العامة رئيس جامعة عين شمس السابق وعضو اللجنة العلمية لمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. وأيضا نشكر الأستاذ الدكتور عبد المسيح سمعان الأستاذ المتفرغ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والمياه المتفرغ كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، والدكتور جميل جمال أستاذ الأرصاد الجوية المساعد بجامعة القاهرة والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في التغيرات المناخية. وأيضا نشكر الأستاذ الدكتور مجدي سمك أستاذ الموارد المائية والطبيعية بجامعة القاهرة عضو اللجنة العلمية للمركز الثقافي الأرثوذكسي. وفي هذه المناسبة لا يفوتني أن أشكر النائب جميل حليم والنائب كامل ميشيل بمجلس الشيوخ لوجودهم الدائم معنا في كل المؤتمرات التي يعقدها المركز. وأيضا باسمكم جميعا أشكر الصديق والزميل الذي يسافر معي من أقصاء مصر من شمالها لجنوبها ومن شرقها إلى غربها، اللواء الدكتور محسن الفحام مستشار وزير الداخلية الأسبق وعمله الدائم في لجنة الرصد ببيت العائلة المصرية، فهو معنا دائما ولا يتركنا. وأيضا نشكر اللواء حمدي علي أمين مساعد حزب مستقبل وطن واللواء محسن زكي. وأسف إن كنت نسيت أحدا من الحاضرين فيقبل عذري، ولكن الشكر متصل لجميع من تعب معنا في هذا المكان، وأرجو لكم نجاح في هذا المؤتمر وأن يصل بالمفاهيم إلى كل فرد من الجميع. وأشكركم جميعاً.